نقول لك وليدي عبد الغفور تقول الله اعلم دخلنا مع عمت واحد ساكت نورمال دي في الظلام هاو القسمه تسمع الصوت ديال القرطاسي زينن جوز مينوت وليدي كيبان لك العدو شت فوق الثلج كي الزبيب زدت القدام فوصلت مطيح في هذا الراس واحد الوقت البطاليون ديالنا وليدي سال عليه القرطاس ابقات عندنا قرطاسه وحده قرطاسه وحده اللي بقات عندكم وليدي العبد يخرج القرطاسه كتبان لي القرطاسه كل وليدي غادي عوجه انا مسقمه بيدي قلبت وليدي القرطاسه قلبت رحم الله انا ركبت القرطاسه خرجت القرطاسه ديالي خرجت العسكري الاول اللي ونطيت وخرجت دخلت في اللي وراه وخرجت دخلت في اللي وراه وخرجت شحال 357 واحد من العدو وارا عندك هذا الخطاب بجدي جد بادي عرفت هو كان معاكم ولكن هو كان خدام في الكوزينه سميته وليدي الرافي طايمو بزاف ديال الحوايج عاود ليا عاود ليا نهار كان كيطيب ليكم ويتقاد عليه الزيت والحرب والقيره والقص وانتوما كتقفقفوا بالجوع ويطيب ليكم الزيت ديال الموطور حتى نهار جابوا لي الزيت العود طيب ليكم فيه وانتوما تشكولاو انا اللي خطب هيكلير قال لي محنون العسكر ديال افريقيا جات العيطه على العبدي قال لي مي حقا تحقيقا انا الشارجة نشاف واني ما نتقدمش قدام السي بوشعيب ومشيت يا با جدي مشيت وقفت على هيكلير قلت لي عندي كلمه وحده اش قلتيني اجبد لي عندك شي سماع قال لي هناك الله السي بوشعيب دويتي معاه بالالمانيه وهيك لي راه يدوي بالدارجه اي حيت مو مول وحل واخده كاينه في قلعه السراغله قال لي جد باديعه قال لي ملي كان صغير كان غير كيشد العطله كيجيبوه والديه لبويا عمر يربطوه بالسناسل مرحبا بو بشعيب ترحب بك الجنه وليدي عبد الغفور ديما تيقول لي جدي بطل شارك في الحرب العالميه الثانيه العالمية الأولى شاركت وليدي في الحرب العالمية الثانية الثالثة ما داروهاش حيت عرفوني شرفت مسكرة تقطعوا ليه رجليه بجوج بالقيرة ضربني مدفع طاير لي رجلي اليمنية بقيت نقز على رجل وحدة هيك لي عاشت قال لي ما داك راسي مشعيب ما تقدوش عليا خافوا منك خرجوا فيا بالمدفع اتنصلت الرجل الثانية هزيت رجل قد جور تحت الطواهب كي ها عطيت الزري نقول لك وليدي قتلت 600 نقول لك قتلت 17 عاد سخفت هاو يقول لك كوديدي ولكن كتبان لي زعما صحة سلام وواقف على رجليك بجوج ما ديانيش وليدي الرجلين عركبوهم ليا ديال شي عسكر قول يلا ماتوا باقي درك واحد الرجال طالع القط أجي تزور جلبوها هذيك الشهيبة الشهيبة ركبوا لي جوج رجلين لي منيات بجوج دابا كيكون هادي الحي المحمدي كيفاش انت مشيتو للحرب جات العيطة قال لك شكون يمشي للقيرنا يحارب مع فرنسا قلنا رول شارجونا في طيارة دارونا 16 علمونا التيل علمونا نداويو بعضياتنا في طيارة علمونا العوم العوم في الطيارة عندك تحب طيارة عادية فيها تيران ديال الكورة كاع واحد المرة كانت عندي واحد تورنو لاعبين وسط ديال الطيارة ويطلع الكورة خرجات من الطيارة ولكن هذاك الشيفور ديال الطيارة عندي لي جو فرينا يضرب بحال هكا في سبانيا بون بات رجعت للطيارة عاد كملوا على طريقه جدك راجل كبير إلا كذب جات معاه وانت هذاك وجهك ولا كفاك كستو ساري كذب فيا والله وليدي كون جبرت العكاز باقي خرج تنكب فيك بعض القرطاسات انا مشيت بحال على اخر جاباتي وليت كوديدي ولينا على الغفور اتبعني وليدي للكونوما شارجي واحد الخيشه ديال الفرينه عارض على دوقون لينا مع سيبر الفيزا شنو كصاحبي تقول لي كذاب ولكن راه داكشي اللي قرب بزاف ولا
اكبر خصنا نديرو ليه خاطرو اصاحبي. هاتي واحد المراه قال لي هكلار باقي حي. هادي واعر هادي. وفين كاين هيطلا؟ قال لك مخبي عنده في الماليه. واش كتضحك؟ راه تقدر تكون بصح.